للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري السيد ياسر النجار. أستاذ ياسر، بداية مرحبا بك. قمة رباعية بشأن سوريا بين زعماء روسيا وفرنسا وتركيا وألمانيا مزمع عقدها في المستقبل القريب، يعني المجتمع الدولي إلى أي مدى ترى أنه انسحب لصالح الحل الروسي في الأزمة السورية؟ روسيا تريد أن تشرك الآن الطرف الأوروبي ليس من أجل صياغة حل سياسي، هي تعتمد نفسها من خلال منصة الأستانة، وهي تعتمد نفسها من خلال التفويض الأمريكي أن هي المعنية بإيجاد صياغة للحل السياسي، ولكن في نهاية المطاف روسيا تسعى إلى إشراك الدول الأوروبية في عملية الحصاد من أجل أن يكون هناك مشاركة حقيقية في إعادة الإعمار وفي إعادة تدوير النظام. لذلك روسيا تحاول من خلال علاقاتها الشخصية مع ألمانيا وبإشراك فرنسا فيما بعد تحسين العلاقات ورغبة فرنسا أن يكون لها دور سياسي على مستوى الحل السياسي في سوريا. أنا بتصوري روسيا إشراكها لفرنسا ولألمانيا في قمة الرباعية هذه بالإضافة إلى تركيا من أجل أن يكون هناك عمليا يعني ظاهرة إعلامية على أن مشاريع إعادة الإعمار يمكن أن تبدأ وبشراكة أوروبية، وبالتالي روسيا هدفها في هذا الأمر هي عملية إعادة الإعمار وصياغة حل سياسي على الظاهرة بشكل إعلامي. لماذا من وجهة نظرك يعني انسحبت الولايات المتحدة من المشهد السوري على الرغم من وجودها على الأرض سواء بقوتها أو بدعمها لقوات سوريا الديمقراطية؟ الولايات المتحدة الأمريكية لم تنسحب، ولكن هي تبتعد الآن عن مشاغلات الحل السياسي، هي ترى أن روسيا تقوم بالواجب المنوط فيها، وفي نهاية الأمر روسيا لن تستطيع أن تجزم أو يعني أن تقر حلا سياسيا بعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية. إذا من باب أولى الولايات المتحدة الأمريكية تعود خطوة إلى الوراء، تترك روسيا في سجالها سواء مع تركيا سواء مع إيران نتيجة لمطالب تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا. في نهاية المطاف تبدي الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف استعدادها لقبول هذا الحل، ولكن أتصور هذا الأمر ليس بقريب، وخصوصا وجدنا أن الولايات المتحدة الأمريكية غير معنية في المشاركة في سوتشي حتى لم تحضر بأي شكل كان، وبالتالي أنا بتصوري الولايات المتحدة تترك المجال لبوتين ضمن ثقب زمني، ولكنها لا تقر حتى هذه اللحظة أي نتائج تم إقرارها في الأستانة. يعني على الرغم من ذلك الطيران الروسي لم يتوقف عن قصف المدنيين، يعني مع أنباء عن تجهيز النظام أيضا عملية عسكرية على إدلب، كيف تقرأ المشهد؟ حقيقة أنا أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد تفويضها لروسيا، روسيا تسعى حاليا إلى أن يكون هناك صياغة سياسية، في حين أن النظام وإيران يرون أن مجال لإمكانية حسم عسكري على الأرض. لذلك أنا بتصوري روسيا واقعة ما بين فريقين، الفريق الأول هو الإيراني والنظام الذي يسعى إلى أن يكون هناك حسم عسكري. روسيا ترى حقيقة أن هذه المعادلة غير قادرة على إنجاز انتصار عسكري بشكل كامل، حتى ولو كان هناك مشاركة حقيقية لروسيا على مستوى القصف، لأنها ستكون الفاتورة كبيرة. وبنفس اللحظة روسيا غير مستعدة لأن يعني أن تزعل أو تزعج الجانب الشريك الآخر الذي هو التركي. نعلم أيضا أن المنطقة التي تخضع لخفض التصعيد في الشمال السوري هي على الحدود المشتركة بين سوريا وتركيا، وبالتالي تركيا هي أكثر معنية على مستجدات الأرض سواء بعمليات عسكرية قد تسبب عمليات نزوح بالملايين، وبالتالي تركيا لا آخر ما تريد هذا الأمر، وروسيا ستكون حريصة على أن لا تزعج تركيا في هذا الأمر. لذلك أنا بتصوري روسيا في نهاية الأمر هي لا تبدي ولا ترغب بحل عسكري، هي غير جازمة أن الحل العسكري سيكون ناجح على الأرض، وبالتالي ستبقى تسير خلف تركيا من أجل أن يكون هناك إنجاز على شجرة الوعود التي اتفقوا عليها في الأستانة. في ظل كل هذه التداعيات وتضارب المصالح، مصالح الدول الفاعلة بالتأكيد في سوريا، كيف تنظر إلى مستقبل الأزمة السورية؟ حقيقة أنا أرى أن الفرصة الآن تجمع ما بين تركيا والمعارضة السورية، سيما وأن تركيا يعني كما ذكرنا ستكون أكثر تضررا في حال وجود عملية عسكرية. السوار موجودين على الأرض هم ليسوا في حالة مثالية، ولكن في نهاية المطاف نحن نتكلم عن 500 ألف قطعة سلاح موجودة في إدلب، نحن نتكلم عن حوالي 100 ألف مقاتل يعني كان لهم ميراث على العمليات العسكرية على كافة المساحات الجغرافية، ولم يعد خيارا لهم سوى أن يقاتلوا هذا النظام. في حال من جهة أخرى أنا أجد أن النظام جيشه أصبح في حالة
مهلهلة، ومعاركه الأخيرة لم تكن معارك عسكرية وإنما كانت معارك تعتمد على الحلول السياسية والمصالحات، هذا من جانب. من جانب آخر إيران أيضا لديها أزمة مالية لم تعد تستطيع أن تمول عشرات الألوف من الميليشيات التي تتبع لها، وبالتالي أنا بتصوري إمكانية حسم عسكري غير متوقع على الأرض، والثوار الموجودين على الأرض يجب أن يلتزموا على أن يكون هناك دفة واحدة وبوصلة واحدة، وبتصوري تركيا من مصلحتها في نهاية الأمر أن تمكن الاستوار، لا أن يكون هناك بداية انهيار الدومينو الذي حصل في درعا عبر ما يسمى بالمصالحات الوطنية. نعم، براسكايب من اسطنبول المتخصصة في الشأن السوري السيد ياسر النجار، شكرا لك.